السلام عليكم ومرحبا بكم في عدد جديد ومتجدد من برنامج الشباب والانترنت جينيراسيون نيوز. مازال 3 ايام على راس العام الامازيغي وتاهو كنحتفلوا به الهويه المغربيه. اذا اليوم غادي نناقشوا الهويه والثقافه الامازيغيه من خلال نجاحات ونماذج ديال الشباب مغربي متالق. اما فقره قولوا بوز البودكاست ديال خالد الشريف نهضروا فيه على جيوش الفانز على مواقع التواصل الاجتماعي. اذا خليكم معنا. مرحبا بكم من جديد. إذن اليوم نناقشوا الهوية والثقافة الأمازيغية مع ضيوف الحلقة والتجارب ديالهم. غادي نتعرفوا عليهم دابا نيت مع أول ضيف على يميني واللي هو سعيد بلي. مرحبا بك. شكون هو سعيد؟ شكرا سي أسامة على الاستضافة. سعيد بلي مخرج سينمائي ومخرج تلفزي في نفس الوقت وحاليا مستقر في مدينة الرباط. مرحبا. والاصل ديالك؟ من تيزنيت. الاصل من تيزنيت. قريتي السينما سعيد؟ قريت درت دراسات سينمائيه في الجامعه في مراكش. وقبل منها كنت درت اجازه في الدراسات الانجليزيه. وخدمتي مع قنوات مغربيه ودوليه؟ خدمت مع اجانب، مع مغاربه، مع لي زالمون، لي زاميريكان، لي فرونسي، المهم من كل. تبارك الله الخير موجود. الحمد لله. مرحبا بك خويا سعيد. معنا كذلك عبد الله. مرحبا بك. من يكون عبد الله؟ مساء الخير. بعدا سنة سعيدة. كنشكر قناة ميدي ان اللي تحت لنا الفرصة انها تستضفنا في هذا البرنامج. بهذه المناسبة كنقولوا سنة سعيدة للشعب المغربي اللي كيتفرج فينا في ميدي ان، وكنقولوا اسكاس مبارك يا ماينو لكاع الامازيغي اللي كيتفرجوا في البرنامج. عبد الله كويتا منشط اذاعي وتلفازي فوا اوف، صوت ديال الاشهارات وديال بعض الافلام الوثائقية، منشط ديال المهرجانات والحفلات والسهرات، معلق رياضي وبطبيعه الحال فاعل جمعوي. وانت معروف في الميدان ديال التنشيط فيما يخص المباريات الكبرى، المهرجانات، الراديوات، كاين الاسم ديالك كيرجع بزاف. مرحبا بك معنا. شكرا خويا عبد الله. معنا كذلك بوحسين فلان ومن لا يعرفه. مرحبا بك خويا فلان. الله يعطيك الخير غزال. معكم فلان بوحسين من مجموعه ريبا فيزيون، مجموعه مازاغون، ساكن في اكادير. تبارك الله عليك. انت يا بروفيسيونيل في الرباب. هو يعني البركه، يعني كنحاولوا نعطيو واحد الشيء ديال نقدموا يعني الشيء ديال الثقافه المغربيه الامازيغيه باش نحاولوا يعني نوصلوا للعالميه، وكنطلبوا الله سبحانه وتعالى يوفق الجميع. مرحبا بك خويا فلان. ومعنا كذلك نجم عربي مغربي ومن اصل امازيغي فريد غنام. مرحبا بك خويا. الله يبارك فيك خويا، وشكرا بزاف على الاستضافه. وانا فرحان بزاف بهذا البلاطو اللي جمعتنا مع الاصدقاء اللي شحال هذه ما شفناهم. فريد غنام يعني فنان مغربي ولد مدينه اكادير، فنان تيغني الفيزيون، معروف كان معروف مع جروب مايار باند، وزاد الجمهور يعني العربي والمغربي وككل عرفوا في البرنامج ديال دو فويس. فوالا، وانا شكرا، انا فرحان بزاف. وديما كيشرف المغرب والفن المغربي الداخل وخارج ارض الوطن. واسكاس مباركي عليك عليكم وعلى الجمهور اللي كيتفرج فينا. هاد الايامات هادو ما سمعتوش واحد الصوت غريب اللي كلشي يهضر عليه في مواقع التواصل الاجتماعي؟ سمعتوا بهذه المساله هذه؟ انت ما سمعتيش في فيسبوك؟ انا كنت ناعس ذاك النهار وما نكذبش نقول لك سمعت، ما سمعت والو. كنت ناعس طبق الصباح وقالت لي المدام واش عرفتي سمعتي ذاك الشيء؟ قلت لها ما سمعت اودي انا والو. المهم قالت لي في فيسبوك لقينا واحد الصوت غريب. ما سمعتوا بهذه الدائره هذيك؟ انت كنت في امريكان؟ كنت في فيسبوك. ولكن قالوا تسمعت في الدار البيضاء مراكش واكادير. تف على برا قال لك. وكلشي اللي تبعتها سيغ فيسبوك يعني في المواقع ديال التواصل الاجتماعي. و ابخي يعني حاولت انا ندير اون بتيت ريشيرش يعني في الانترنت باش نشوف يعني لحد الساعه. انا ما عرفتش كنقول ربما في الراي ديالي المتواضع الفو فيغ اتونسيون، الواحد ما يبقاش يحكم هكا يعني وشو، لان مشاو التاويلات بعيد يعني كل واحد عطاها واحد التاويل في شكل واحد التاويل في شكل. ولا نازا ربما في اخر المطاف كذبات كل شيء، قلت بان ربما هذا راه غير واحد الصوت اللي طبيعي شي حاجه عاديه ولكن اول مره تسمع. هذا هو السؤال اخويا اسامه اللي كيتطرح، علاش بالضبط سمعناه في هاد دوزون؟ راه هذه هي اللي خلقت الضجه. علاش هذا العام بالضبط سمعناه؟ بالتالي الناس تخلعوا، ولكن ما كنعتقدش. ربما انا كنظن بانها طبيعه، وكنظن فقط بان شي حاجه اللي دارت ضجه.
ايه والله يرزقنا الصحة والسلامة. الشيء اللي كاين ما سمعتو حتى شي صوت بعد هنايا في البلاطو، كلشي سيكوريزي والله الحمد لله. غادي ندوزو دابا ونعطيو الأولوية للفقرة الأولى واللي كتخص انترنت بطبيعة الحال. نبداو بكود كور. كود كور ويب، كلنا كنموتو ونسطاو على ربح الفلوس، ومغاربة كاملين والشباب خاصة، وهادشي عبر الانترنت والهواتف الذكية. كاينة واحد لابليكاسيون اللي كتشوفوا منها هاد الصور، ابليكاسيون جديده مغربيه 100% مجانيه، ديال تيليشارجمون ديالها مجاني، الاسم ديالها وي موف، وبالدارجه سماوها موفي عليا نموفي عليك. شنو هو الكونسيبت ديالها؟ المبدا ديالها هو انك كتيليشارجيها وكيطلبوا منك بحال قلتي واحد الكيستيونير على ليتود دو مارشي ولا على بعض الماركات وبعض الشركات. هاد المهمه كيسميوها ميسيون، كتدير هاد لا ميسيون يا اما بوحدك في الدار ولا كتخرج تصور بعض لي برودوي. والهدف ديالها هي انها تقرب المستهلكين من الماركات ومن الشركات، ومن بعد كيوصلوك الفلوس تدريجيا بطبيعه الحال. ما يمكنش دير دو تخوا كليك في السمارت فون ديالك وتربح الملايين بطبيعه الحال. يمكن لك تربح اذا كانت ميسيون سهله من 2 دراهم حتى 50 درهم، واذا كانت على برا ميسيون كتطلب منك انك تخرج على برا السوبر مارشي الى اخره، كتربح من 5 دراهم الى 100 درهم. هذه الطريقه سميتها كراود ماركتينغ، ودارتها ديجيتال داتا ماركتينغ. هذه هي الشركه اللي فكرات في هذه المبادره موفي عليا نموفي عليك وي موف. شنو بان لكم في هذه المساله، في هذه المبادره بالنسبه لك سعيد مثلا؟ هي مبادره يعني، لان كما كنعرفوا ان اليوم يعني كنعيشوا لا سيفيليزاسيون ديال لي نوفيل تكنولوجي. يعني كيبان لي دابا ان يعني العالم غادي وكيتطور في شاك سكوند. يعني دابا هذه القضيه ديال لي زابليكاسيون فيها بزاف، وربما هذه كتسهل لو كونتاكت ما بين لو كليون وما بين لو كونسوماتور. وهنا كنحاولوا نديفلوبيو دي برودوي اترافيغ هاد لي فاسون هادو. و جو بونس يعني لحد الساعه بزاف ديال لي سيرفيس ولاو يعني كيسهلوا للمواطن ولا لو كليون انه يلجا لهاد لي سيرفيس هادو اترافيغ هاد لي زابليكاسيون. ومن خلال هذه الابليكاسيون جوستومون بغاو يستبقوا الامور، مثلا اذا كان شي برودوي غالي في شي مدينه اكثر من مدينه اخرى، باش يقادوا السوق والتسويق ديال هذه المسائل كامله. شنو الراي ديالك مثلا فلان في هذه المساله؟ هي كما قلتي النقطه الاخيره فعلا اللي بانت لي انا اللي كاينه اصلا، هو ملي كنشوفوا دابا حنا كنشوفوا دي برودوي دابا مثلا الانسان كيمشي للسوق كيلقى واحد البرودوي نفس البرودوي بواحد الثمن، كيمشي لبلاصه اخرى كيلقاه بواحد الثمن اخر. يعني ملي كيكونوا بحال هاد ليزابليكاسيون بحال هكذا، راه يعني يعني حتى الانسان كيستافد، وحتى كما كنقول حتى المراقبه كتكون باينه، وكيكون حتى الانسان دابا يعني بزاف ديال الدول اللي تقدموا اللي كنشوفوا واحد متقدمين راه متقدمين بهذه الطريقه هذه. حنا باقي هو الشيء كنتمنى انا يعني بهذا الشكل ديال ليزابليكاسيون، انت تتمنى يعني يتطور بزاف ويمشي بزاف بعيد، يعني يكون عندنا حتى في الضوء والماء الضريبه كلشي يكون بحال هكذا، فهمتي؟ ولكن المشكل اللي كيكون هو المشكل ديال 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 ديال, ديال, ديال ان كلشي يكون عنده، خصو يكون عنده كونت بانكير مع ليزابليكاسيون هادو باش ينجحوا. هذا خص تكون لاكارت، تكون لاكارت ايوا. يمكن لك توصل بالخلاص ديالك كارت دو روشارج مثلا ولا فيغمون الى اكثر فوالا. يعني بهذه الطريقه هذه لكن يعني كانت القضيه متوفره، يعني كنا يعني غادي نمشيو بعيد وغادي نسهلوا علينا بزاف المسائل. ما كنتلقى دابا الانسان دابا المواطن المغربي في العام راه كتلقى واحد 7 ايام ولا 8 ايام الى جمعنا الحاصل، كنمشي غير في الادارات كيدخل كيتسنى فوالا. يعني حنا كنقولوا باش نديروا مزيان زعما نبان زعما راه مبوكسين شويه، واخا القضيه راه عرفنا شنو كاين. يعني كاين بزاف المسائل اللي نتمناو يعني المستقبل كنشوفهم بلدان اخرين. كما كنخرجوا بزاف كنديروا جولات كنشوفوا شي مسائل، يعني كتشوف دي زابليكاسيون اللي كتقضي بهم الغرض دغيا. يعني مؤخرا كنا خدينا ملي كنا في هذا التور اللي كنا فيها في سيزاسيوني، كنا في اورلاندو كنشريو ماتيريال مثلا، كنشريو مثلا كتخلصوا كيقول لك دير غيوصلك حتى للدار، كتخلصوا غير كتهضر معاهم في التليفون كتصيفط لهم يعني كتشوف شي واحد ما عنده الفلوس كتعطيه الفلوس اللي كيد ما عندناش لاكار ديال تما كيرزيرفي داك الشيء للدار، يعني بلا ما تمشي باقي طال. وحتى تما كيكون فيه كل شيء، يعني كيوريك لابليكاسيون كي دايره، يعني كتشوف دي فيديو، يعني سهلوا المسائل بزاف. فهمتي كيفاش؟ نتمنى ان شاء الله المغرب يكون فيه هذا الشيء ان شاء الله. عبد الله الراي ديالك في هذا لابليكاسيون؟ هو في الحقيقة أي حاجة اللي ممكن أن اليوم تسهل ربما عملية التواصل وتسهل بالنسبة للزبون عملية الاختيار فربما أنها حاجة إيجابية. أون بليس دو سا اليوم الاقتصاد الرقمي
والتجاره الالكترونيه اليوم يعني واحد المدخل جديد للتطوير ولتنميه الاقتصاد، وحتى ايضا منح فرص جديده للشباب باش انهم يشتغلوا باش انهم يبدعوا. وعاوتاني كاينه واحد المساله اخرى، هذه الابليكاسيون هذه اللي هضرتي لنا عليها اخويا اسامه، بالضبط كتسهل عليك عمليه اختيار المنتوج اللي بغيتي. سو فيدير اوليو انك تمشي تديبلاصا حتى للسوبر مارشي وتضيع الوقيته ديالك باش تختار هذا المنتوج هذا او هذا المنتوج هذا عنده جوده وما عندوش جوده، فهي كتسهل عليك، كتشارك وكتربح، كتشارك وكتربح وكتكليكي. وربما هذه المساله كتخلي حتى الزبون ملي كياخذ السلعه وكيحس براسو كيربح، فهو انطلاقا من راسو كيضاعف المبيعات ديالو وكيطور عمليه ديال الاشهار وبالتالي عمليه ديال شي اضافه اخويا فريد. انا عجبتني القضيه ديال الموفي على فوفيت، كي عجبتني بزاف مزيان حيت المغرب كله الحمد لله حنا بعضياتنا كنموفيو على بعضياتنا من الصغير حتى الكبير، وعجبتني الفكره بزاف. وبالنسبه كما قالوا الاخوان يعني قالوا لي يعني المضمون ديال الهضره اللي غادي يعني نزيد هو انه دابا الانترنت هو المستقبل، والناس خاصهم يثقوا في هذا الشيء اللي ولا دابا ديال الانترنت، حيت باقي الناس واخا هكاك مازال ما زعمينش انهم يستعملوا لي كارت لي كيشي، هذاك لي كارت كيشي ديالهم باش يشريو شي حاجه سورة الانترنت. وانا كنقول لهم من هنا بان الحمد لله عندنا، لا ماشي غير زعموا بزاف، ما تزعموش بزاف، نقول فرنامان غير بشويه بشويه يعني كتسهل بزاف الماموريه، يعني نحاولوا بشويه بشويه حتى نولي هذا لو سيستيم. كنشوفوا شفنا بحال مثلا لافينيت دابا ديال الطوموبيل تتخلص دابا في باغ انترنيت، يعني بحال الحوايج زوينين تيسهلوا فوالا. فيما يخص كود جول ويب سيرمون تكونوا شفتوا هذه المساله في مواقع ديال التواصل الاجتماعي يعني في فيسبوك، نهار الثلاث والاربعاء خرجوا بزاف ديال المقالات على ان واتساب وفايبر وتونغو وسكايب منعوهم بعض لي زوبيراتور المغربيه باش ما يبقاوش دوك لي زابيل واتساب، يبقى غير واتساب الخدمه ديالو العاديه، ما تبلوكاش عند كاع لي زوبيراتور وما تبلوكاش عند كاع التليفونات، مازال شي وحدين سامارش كيقول لك انهم غادي يتمنعوا في الايام مقبله. دونك كاين جدل كبير وبعض واحد الفئه من مستعملي الانترنت انتفضوا وعبروا على القلق ديالهم لانه عزيز علينا الفلوس وعزيز علينا كل ما هو مجاني بطبيعه الحال. كاين باش يدافعوا على نفسهم ولا باش يفسروا هذا الجدل، قالوا انه هذا غير التطبيق ديال القانون كان من 2004 لان ما خصوش يكون هذه المكالمات المجانيه عندها اغراض تجاريه، لانه لي تيليشارجمون ديال واتساب فايبر راه كيربحوا منهم الناس ديالهم فلوس. وكيقولوا انه كذلك كاين واحد الهاجس امني لانه ما كيتحكموش 100% في هذه الاتصالات والمضمون ديالها. دونك لي زانترنوت المغاربه خرجوا دو هاشتاغ، واحد بالفرنسي ولا بالانجلي، وهاشتاغ فري موروكان في او اي بي، وبالعربيه الدارجه هاشتاغ حبسوا حتى انترنت. واش نتوما جربتوا هاد واتساب لي زابيل ديالهم خدموا لكم؟ واش كظنوا انهم يتبلوكا؟ والراي ديالك سعيد. الراي ديالي شخصيا يعني جربت يعني هاد لي زابيل ديال هاد لي زابليكاسيون، ولكن في اغلب الاحيان يعني كيكونوا كتكون يعني لا كاليتي ديال لابيل ما كتكونش هي هذيك، كيفي دائما سيرتو في كل ما هو بروفيسيونيل كنلجؤوا للمكالمه العاديه. المكالمه العاديه فوالا. وواتساب يعني كيبقى غير اونترامي وهذا، مي جينيرالمون سي جوست بور لي فوتو لي فيديو البارطاج ديال لي زانفورماسيون هكذا، مي بور لي زابيل انا شخصيا ما. انت فلان عزيز عليك هذا التطبيق ديال الواتساب؟ كنحماق عليه. علاش؟ اصلا مع كاين واحد القضيه الانسان دابا سيتو دابا يعني وصلنا واحد الوقت يعني اللي دابا الناس ما كيكتبش باقيها بالسمع، كاين اللي كيبغي يهضر مع والديه مثلا مسكين بحال الناس في الغربه، الواتساب راه كيداوي بزاف المسائل، ما بقاش ذاك شحال هذه ديك الوحشه. كاين دابا انا عندي بحال الخوات ديالي كتهضر مع الوالده في, 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 في التليفون واتساب وهذا، يعني كتشوف اكثر ما كتشوفني انا معاه في الدار. انا كنفيق الصباح كنخرج وباقي نهضر مع يعني الحمد لله بعدا ولات واحد القضيه اللي هي زوينه، يعني زوينه بزاف فعلا. لي زابيل عندنا مشكل في المغرب ديال واتساب فيها الكونيكسيون، علاش؟ مع الكونيكسيون اللي ضعيفه عندنا مقتوله. انت كيفاش؟ يعني واخا كتبقى يبركوا علينا بالاشهارات وداك الشيء كنخلصوا الفلوس، وني داك الشيء اللي خصو يكون راه ما كاينش اصلا. عندنا كونيكسيون يعني راه كاين، انا في فرنسا واحد النهار حضرت في واحد الاستوديو في فرنسا، واحد صاحبي كيريبيتي مع واحد شويه في المانيا. بلا سمح الله. كيبان لي طليت الاستوديو كيبان لي واحد اللي كيخدم الباتري، وفين هي البند هذه؟ كتبان لي ليكرون اونلاين. هما لا كيريبيتي. كنقول حنا امتى نوصلوا هذا الشيء؟ انت كيفاش؟ يعني شيء مهم بزاف، وكنقول انا يعني راه غير حق الكونيكسيون اللي عندنا شويه هذا، وواتساب مهم يعني في داك الشيء ولي دابا التبلين راه ولينا مدمنين على البرا. كيفاش؟
يعني صح. هو في الحقيقه يعني خويا اسامه كاين واحد القضيه، هو احنا ولفنا في السنوات الاخيره الى رجعنا شي شويه السنوات اللي عاد فات، يعني في اخر سنه وهذا متعارف عليه ديما كنسمعوا باللي باغ اكزومبل فيسبوك راه يقدر غيولي بيون، الفايبر راه غيولي كذا، واتساب. انا اللي كنظن ان ربما خطه تسويقيه ديال الشركات، لان في هذا المومون كيعاودوا يديفلوبوا هاد لي زابليكاسيون، تيبغوا يديروا ان سونداج ربما عند الناس باش يعرفوا شنو اللي خدام شنو اللي ما خدامش، كيعاودوا انهم يسوقوا هاد المسائل، وبغوا يعرفوا ايضا التفاعل ديال الانترنت. هو سي كلير في الواتساب كيسهل بزاف ديال الماموريات، ولكن كنظن ان بالتعامل الايجابي ديالنا حنا مع هاد الوسائط هادو ممكن ان كما قال الاخ فلان اننا نتعاملوا معها بشكل ايجابي، ولكن كيبقى واتساب ضروري لا محيدا لانه هو اللي تيفكك مره مره. يعني بالنسبه للمسائل ديال الامنيه بالعكس الامن غيتحكم في القضيه ديال الواتساب اكثر. فهمت كيفاش؟ يعني ديما كاين لا تخص يعني القضيه ديال الامن راه يعني بالعكس خدامه هذه بعدا سيتو لينا حنا بعدا خدامه لينا القضيه هذه. فريد انت متفق مع عبد الله؟ متفق وما متفقش، ولكن انا اللي بغيت نقول هو انه قبل ما لي زوبيراتور تيليفونيك يقول لك غنديروا يديروا حتى هما واحد المجهود بعدا في ليكو تيليفونيك بعدا هو الاول وبعدا باش حتى ماشي نحيدوا لواحد الدري صغير الرضاعه وعطيه. فهمتي بغيت نقول لك خاص يكون واحد الميزان، يعني ملي غتقول مثلا لواحد انسان اللي مولف تيخدم بالواتساب ولا غيره، مولف تيهضر مع صحابه ولا مع الوالده ولا هكا بواحد بوالو، وتجي انت تقول لي لا غنحيد لك الواتساب وخلص، يعني ما عندهمش الحق. ما يقدر يدير مجهودات، انا متفق انه يكون داك الشيء مقنن، يكون مقنن يعني بواحد الطريقه مزيانه، لان كيوقع بزاف ديال المشاكل في هذا الشيء ديال سكايب وما جاوره، يعني كنشاهدوا بزاف ديال المشاكل فيهم، تكون واحد المراقبه وداك الشيء وميم طون يعني شويه شويه. ربما اللي غنضيف على اللي قالها الاخ فريد هو ان اللي خصنا نديفلوبيو في الواتساب وهاد الشركات هادو اللي كيديروا هاد يعني الحملات التسويقيه الواتساب وهاد الوسائط الزوينه، اشنو اللي خاصهم؟ خصهم يمشيو للثغرات الامنيه، لان هاد لي زابليكاسيون بالرغم من انهم ايجابيين وكيسهلوا عمليه التواصل وهذا، ولكن كاين بزاف ديال الثغرات الامنيه، وكاين عاود ثاني الناس اللي كيستعملوهم في غير المحل ديالهم، لان بالواتساب ميتنون دابا تقدر تدخل يعني انت مجهول الهويه وتقدر انك تعدى على الخصوصيه ديال الناس اخرين. فوالا هذا حوايج صح ياك ما مجرب مزيان. لا باقي ما جربتش. صاف ندوزو من المناقشات الواتسابيه المناقشات الامازيغيه اللي هي الموضوع ديالنا. وقبل ما نفتتحوا النقاش ونلونسيو الوزابين كنسول كل واحد فيكم الا جيتوا تلخصوا الثقافه الامازيغيه في كلمه وفقط في كلمه واحده بالنسبه لك سعيد. في كلمه واحده؟ في كلمه واحده. نقولوا حضاره. حضاره بالنسبه لعبد الله. تعدد. تعدد. بوحسين. تسامح. فريد. تاريخ. تاريخ. سمعنا اذا الثقافه الامازيغيه في كلمه لخصوها الضيوف ديالنا، حنا لخصناها في هذا الزابينغ، نتفرجوا. انا اللي كان لسان مفتخر نوري لنا بلا غير المغرب انت الدواركان، ورينا بالكسوسيس. نكسو داير القرض غير تورن ديال الروح اللي غنزرى الامريكانيين اركان تريبر هانيك زود يحرالو الغصه. تبارك الله عليكم تنميرت، وحنا كنبغيكم. والناس اللي مازال في ميريكان راه حنا مازال في ديزني في ايبكوت، مرحبا بكم. نظمت جمعيه اطياف الفن بشراكه مع المعهد الملكي للثقافه الامازيغيه والمجلس البلدي مهرجان الفيلم القصير الامازيغي لسيدي علال البحراوي. فوتيتو تلايك متمازيغ. اللغه الامازيغيه جميله لانها لغه بلدنا. تلايك متمازيغ. كبري في الحرف كل تنتراس تسخر حكايات مقارب لبيع الشرة طومز بيس الكونترير كيرولان تاب طومز الكونترير دبريك إشان الريقنس. شو الأصل ديالك؟ شلح. شلح أمازيغي يا عرسة ورخصتها شرحيت. مرحبا بكم، أنا مالكة زارة مغربية شلحة. J'ai grandi en France and now I'm living in New York. ما زيد ما زرت المغرب.
صح صحة. إذا تفاعلوا معنا كندا زابينغ في لقطات من قنوات التلفزيون من الإنترنت على موضوع الثقافة والهوية الأمازيغية. هذا الشيء كامل عبر المواقع ديال التواصل الاجتماعي. الصفحة ديالنا على فيسبوك هي جينيراسيون نيوز، هي كتخرج تحت الشاشة، ماشي تحت الشاشة، لتحت في الشاشة ديالكم. أما في تويتر عبروا بالآراء ديالكم على تويتر باستعمال هاشتاغ جينيراسيون نيوز. سعيد غادي نسولك شنو هي الصورة أو الكلمة اللي طارت الانتباه ديالك في هذا الصور؟ اللي طال الانتباه ديالي هو هذاك السيد اللي كيهضر على دوك الامريكانيات اللي كيلعبوا الموسيقى الامازيغيه. يعني هذه حاجه اللي ربما، لان يعني كما قلنا ان الثقافه الامازيغيه هي حضاره، هي تاريخ، هي بزاف د الحوايج. وهاد لي زاميريكان يعني بحال الا لقاو شي حوايج، لقاو راسهم واحد شويه في هذه الهويه وهذه الثقافه كلها. وهذاك الراجل بحال الا بان ليا يعني تاثر، لان كتجي شويه في شكل كتشوف واحد من واحد الثقافه مختلفه كيلعب واحد الحاجه اللي ديالك انت في الموسيقى المغربيه. بالنسبه لك عبد الله، شنو عجبك او ما عجبكش في هذا الزابينغ؟ اللي عجبني في الزابينغ، عجبتني في يعني اولا الفنان إطلالة ديال فلان بوحسين اللي هي في الحقيقه مفاجاه كبيره. يعني من قلب أمريكان ومن قلب اورلاندو، من قلب مدينه الاحلام اللي هي ديزني لاند، يعني تيدوز هذاك لو ميساج وهذاك لو سوكسي اللي دار تبارك الله، النجاح ديالو اللي هضرت عليه الصحافه بشكل كبير. عاوتاني نضيف ليها يعني جينيفر جراوت، يعني الاغنيه يعني كنعرفوا الامريكانيه اللي تزوجات مغربي كتغني عربيه وامازيغيه، وملكه زارا ايضا بنت البلاد اللي حتى هي بالبلوز ديالها استطاعت يعني كيفاش ان هذه الثقافه الامازيغيه كهويه كارث كحضاره ك يعني واحد الطورات كبير، كيفاش انها الان ولات واحد المفتاح اللي ممكن من خلاله احنا كمغاربه وكامازيغ اننا نتواصلوا مع الحضارات الاخرين ومع العالم الاخر، اللي اليوم من خلال هذا الزابينغ اللي درتو كيبين بانه مستعد انه يعرف الثقافه ديالنا والفن ديالنا على حقه وطريقه. So, Fulan, what do you think about تدرت واحد الريسيرش، يعني ماشي غير عيطوا لينا وداك الشيء، يعني مشيتوا قلبتوا شي مسائل اللي زوينه بزاف، وهذا الشيء كيشرف. وفعلا هذا الشيء اللي الغريب في الامر هو ان ليزاميريكا بالضبط يعني كيقلبوا بزاف في لاكيتور ديالنا بزاف. كيفاش؟ العام الفات كنا مع العام درنا جوله الى دابا جينا منها، من العام الفات درنا واحد الجوله كانت سبيسيال، درنا فيها لي وركشوب، درنا فيها اقامات فنيه، كنعلموا الالات وداك الشيء. دوماج ما زعما حناش لي فيديو، وكنديروا كنعلموا حتى حوايج، كنعلموا بزاف د المسائل. وهاد الناس بحال هادي مثلا في بزاف ديال الجامعات اللي كنا فيهم، كنا في اش نقول لك تقريبا شي 50 جامعه كنا فيها ولا هذا. كل نهار كنا كنمشيو لجوج الجامعات كنديروا فيها الوركشوب. يعني لا بليبار ديالهم كيقول لك اودي الموسيقى اللي عتيتونا وهاد يعني الحلاوه اللي فهاد، يعني شوقتونا نشوفوا البلاد ديالكم، باين ان بلادكم زينه. هنا كنمشيو كنقولوا بان الشعوب راه كتعطي، يعني الموسيقى ديال الموسيقى كتعبر على واحد العقليه، كتعبر على لا كولور ديال ديك البلاد. بزاف الناس يعني انا من البلاصه فاش كنا خدامين في اورلاندو، لا بليبار كيجي كيقول لك اودي بيع لي لانستريم وراه بغيت نتعلم ليه. كنقول لهم اودي ما فرنسيش ما كون عارف كنجبد كاميون كنجبد كاميون كون مزودين هنا. يعني الناس بغاو يتعلموا تعلموا هذه الموسيقى هذه. وكنقول علاش هذا الحماس اللي عند الناس ما كاينش عندنا حنا كل معنا مغاربه كاملين؟ علاش ما كاينش عند المسؤولين اللي وقت ما كيكون شي ايفينمون كنبتوا فيه المغرب، علاش ما كيكونوش ما كتكونش الامازيغيه حاضره؟ علاش ما كيكونوش الصحراوه حاضرين؟ علاش ما كيكونوش الناس ديال التقوقه الجبلي حاضرين؟ يعني الثقافه كلها المغرب مقتصره في الدار البيضاء والرباط، وهذا الشيء ماشي معقول. وكنتمنوا يعني ان شاء الله يعني وهذو دابا هذا تيموان، يعني تيموان من قبل الحدث خير مثال انك كتمشي مع الفرقه ديالك للمسار الامريكان شحال من مره. الحمد لله كنا في كوت ديفوار، كنا في مصر، كنا في المانيا، كنا في الحمد لله وعطيني غادي وعطيني هذا العام عاوتاني. يعني الناس كيعيطوا لينا من برا، والمغرب يعني الناس هنا الناس المسؤولين ما عندهم واش ما كينتبهوش ولا شي متعمد ولا شي. حنا كنتمناو يعني عفاريت غنى تبارك الله راه ولد اكادي ولد حومتي، يعني فنان كبير تبارك الله، فنان كبير كبير. يعني كما كنشوفوا يعني ماشي حنا قلنا تبارك الله، الناس ما حنا المغاربه حتى كيقولوا الناس الاخرين هذاك زويات كيقولوا والله يا ودي واه ديالنا هذا ديالنا. فريد شنو بالك في الصور اللي شفناهم؟ انا اللي طال الانتباه ديالي انه كاين دابا بزاف ديال الفنانين اللي شفناهم مثلا هما شلوح، ولكن حتى دابا عرفناهمش.
يعني علاش مثلا هذاك الفنان مثلا ممثل ولا مغني ولا شي حاجه ما تعطاش ليه دور انه يهضر بالشلحه باش يعرفوا الناس بان راه شلح ولا راه امازيغي الا سميتو. ومع الاسف باقي كان نيجليجيو اللغه ديال الشلحه واللغه الامازيغيه ككل تاريخي حتى هي وتمازيغته بزاف يعني كان نيجليجيو. وعرفتي اشنو المفتاح يعني ديال الربح ديال اي دوله؟ هو لا كولتور ديالو، احب من احب وكره من كره، راه بالموسيقى وبالشعر وبهذاك الشيء باش كتوصل داك الشيء اللي بغيتي تقول كامل، داك الشيء اللي غادي يدير برلماني ولا سياسي في عام، غادي يديروا موسيقي غادي يديروا في كونسير واحد. معقوله. واش منين بغيت نقول لك دونك هذا هو الاشكال اللي كاين، وحنا عندنا بزاف ما يتقال ولكن مع الاسف ما عندناش لي ترومب لا باش نبينوا، كيبان عندنا واحد لو ستيل كنبقى كل شيء باغي يدير هذاك لو ستيل وكيخلي الهويه ديالته. يعني والحاجه اللي كيعتز بها اي واحد اي فنان ملي كتمشي مثلا لمصر، مشيت لمصر ولا مشيت للبنان ولا اي دوله كنمشي لها كيعتزوا بداك الشيء ديالهم هو الاول، تيقول لك هذا الشيء ديالنا، حنا تنقلبوا على ديال الناس ونخليو ديالنا. ولكن انت بالنسبه لك فريد غنام انت ما معروفش انك شلح؟ دابا الناس عارفيني يعني كاين اللي الاغلب يعرفيني من مدينه اكادير، ولكن اكادير ولكن ما تيديروش راه اكادير راه ديريكتوم مشلح، وحتى يعني ما عمر تحت لي الفرصه مازال باش انني يعني ندير شي برودوي بشلحه، مع انني داير في البال ديالي انا باغي ندير شي حاجه سواء انا يعني فيزيون مع مثلا انا طرا ارتيست امازيغ ولا شي حاجه، عندي هذا البروجي في راسي، ولكن مالوريزمون مازال ما تحتش لي الفرصه باش انني يعني واخا تم الاعتراف بالامازيغيه وبالهويه الامازيغيه وككيان وجزء لا يتجزا من المغرب الهويه المغربيه، كتشوف وبدات كتقرا في بزاف ديال البلايص، مازال كتشوف ان كاين شويه ديال التهميش ديال الاقصاء؟ التهميش كاين يعني الحمد لله، كاين بعض الجهودات يعني كاين الارقام، كاين دابا كاين شي حوايج ما كانوش قبل، يعني كاين واحد حنا تنشكروا بزاف ديال الناس اللي كيحافظوا على التراث ديالهم، ومهما كتلقاه مشى لبرا وتيهضر على الموسيقى، وحنا شاهدنا فيديوهات الناس راه في برا، يعني هو مثلا فلان بوحسين ولا اي واحد فينا كيمشي لتما تيهضر تيقول لهم انا راه من اكادير وانا راه شلح وهكا، كيهضر على التراث، ولكن داك الشيء سي با سوفيزون، خاصه يعني الناس اللي مكلفين وكشي يزيدوا، لان التراث ديالنا هو الكنز ديالنا، هذاك الشيء خصنا نعتزوا به، الناس ياخذوه وحنا تنهمشوا يعني ما جاتش. بغيت نسولك تعطي التعليق على شنو قال، وفي نفس الوقت نسولك اخويا فلان، هو انه 13 يناير يعني من دابا 3 ايام او 4 ايام كاين راس السنه دونك فاتح يناير الامازيغي اللي هو يناير ياك يناير، وكاين بعض الحقوقيين والنشطاء باغيينو يكون رسميا عيد وطني وجوغ فيغي، شنو بان لك في هذه المساله؟ اول حاجه يعني بعدا قبل نرجع بعدا للفضل اللي قال خويا فعلا تم كاين تم الاعتراف بالامازيغيه كما تيقولوا هذا، مي هادشي كلشي كاين مع الملك الامازيغي وهذا كامل، بوغ نهضر مثلا على راسي مثلا ما عمرت شي واحد اتصل بي من بعد الملك الامازيغي، فهمتي كيفاش؟ كلشي داكشي غير اسم، يعني في اكادير دابا نقول لك في المنطقه هذوك الناس كاع اللي كنعرفهم حنا يعني مع الملك الامازيغي ما دار والو مع الناس هذو، ولكن شاركتي في مهرجان تيميطار في نفس الوقت، شاركتي في مهرجان تيميطار تيميطار ما عندها حتى علاقه مع الملك الامازيغي، جمعيه كاين واحد لا شوف عنده واحد علاقه، شوف انا ولد 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 الدار والتحدي الكامله كنقول لك شنو كاين فهمتي كيف؟ الا غيساعد غيساعد بواحد في المية ولا حنا المعلومه اللي كيدار بانه يدافع على الامازيغيه ويدافع على الفنانه ويدافع على بزاف المسائل فهمتي كيفاش؟ دابا حاليا انت الا مشيتي كتجري للمعلومه اللي كاين مع المعلومه اللي خصو يقلب على الناس، خصو يقلب يدير واحد الكتاب يدير فيها جميع الفنانين اللي كاينين اللي خدامين ويتابع النشاطات ويتابع كذا ويتابع كذا ويتابع كذا ويتابع كذا، بزاف المسائل خصو يداروا، باقي كاين باقي كاين باك صاحبي وداك الشيء باقي مازال كاين. بالنسبه اللي كنقولوا حنا على الامازيغيه ماشي حنا بينا تكون يعني راه امازيغيه واخا اعترفنا بها ولا ما اعترفنا بها حنا امازيغ ما عندك ما دير، داك الشيء انا كبرنا به وسمينا بالزوله بامازيغيه، يعني الام ديالي امازيغيه ونبقى انا امازيغي يعني ديما، ومغاربه الحمد لله وكنفتخروا بالمغربي ديالنا وكنفتخروا بالاسلام ديالنا، حنا كنبغينا واحد نجي لنقطه اخرى ملي قلتي راس العمو هذا كحقوقيين حنا مع الامازيغيين ماشي هما اربعه الناس ولا خمسه الناس، هما شعب شعب كبير 90% ديال المغاربه راه كلهم امازيغيين، ماشي كل ماشي كلهم راه متطرفين ولا الحمد لله، راه كاين اللي دياني كاين اللي ماشي دياني، كل واحد وشغله انت كيفاش؟ كل واحد كاين معلق من رجلي، حنا كامازيغيين كفنانة كنهضر انا على راسي بغينا واحد الامازيغيه تكون مسالمه بينا، واحد حتى مغربي تكون 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 تكون
عنده واحد الراي واحد الصدر اللي هو رحب. حنا راه كلنا مغاربه صحراوي امازيغيين كيف ما بيكون نوعهم، حنا الحمد لله مغاربه، حنا ديما تحت الله الوطن الملك، اننا كنعتزوا بالشعب ديالنا وكنعتزوا بالملك ديالنا وكنعتزوا بالتمازيغ ديالنا وكنحاولوا ننشروها، من ان كننشرها كي بحال واحد اخر في الشمال حتى هو كيدافع بانه يبين. هذا مفخره لينا ملي كنلقاو مثلا الشعوب الاخرين المصريين راه عندهم غير واحد اللغه اللي عندهم، حنا عندنا قيم اللغات غير عندنا هذا التاريخي هذا تزيينه هذا الشلحه، يعني الحمد لله بالعكس حنا خصنا نكونوا ما عرف شنو، يعني خصنا نكونوا واصلين بزاف. ونتمنى ان شاء الله هذا العام 2016 ان شاء الله يكون واحد العام اللي هو مزدهر ونعترفوا بريوسنا نعترفوا بالكيان ديالنا باش نوصلوا بعيد ان شاء الله. سعيد بالنسبه لك واش صعيب تعلم الامازيغيه اللغه الامازيغيه؟ هو في نظري يعني الامازيغيه ماشي لغه عاوتاني صعيبه لهذيك الدرجه، لان ملي كنتلاقاو مثلا مع لي زاميريكان كيهضروا بالامازيغيه مزيان وكيهضروا بالدارجه مزيان، اذا ما كيبانش ليا مثلا ان واحد مغربي كيتعايش مع الامازيغ بصفه يوميه ولا في الخدمه ولا في العائله ولا كذا، انه غادي تجيه صعيبه، كتبقى غير مساله ديال لا فولونتي عند كل واحد. دابا اللي سولتي يقول لك انا عرفت جوج كلمات بعدا اغروم وامن. اغروم جوج بعدا كاين خبز الماء واسكيد ولا يحرق عرف غير الخبز الماء بشي يقريض ويقريض من الفلوس. يعني الامازيغيه يعني تقدر يتعلم اي واحد جو بونس، الدراري الصغار دابا ملي تيقرا وارت تيجي تيوريك دابا كيكتبها كاع. تفق مع فريد عبد الله. انا عندي واحد الراي لو سمحتي لي، ربما غنرجع يعني للسؤال ديالك الاول. هو اليوم حنا غنحتفلوا بالسنه الامازيغيه الجديده وطرحتي لي سؤال مطلب ديال عيد وطني. ربما حنا منشطين واعلاميين وفنانه، كاينين جمعيات ديال المجتمع المدني، كاينين هيئات سياسيه، كاينين برلمانيين اللي ربما غيدافعوا في هذا الجانب هذا وربما راه تحقق. ملي صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله في الدستور المغربي تاكد بان اللغه الرسميه هي الامازيغيه. اذا فبالتالي انا بالنسبه لي شخصيا هذه الامور بالنسبه لي تحسمات. صحيح باقي خاصين قوانين تنظيميه اللي غتفعل هذه القضيه هذه، ربما ما غنقولش كان تهميش يعني خويا اسامه، ولكن ربما كنا حنا مشينا ضحيه ديال دي كليشي. يعني واحد الصوره نمطيه اللي كانت ربما تاريخيا التصقت بنا، ولكن راه هاد الامازيغيين تيبقاو مغاربه تيبقاو ولاد هاد الطرب هادي، والمغرب الحمد لله اليوم راه ممكن اننا نسوقوه بالتعدد ديالو، ممكن نسوقوه بهذا المكون الامازيغي بما فيه تاريخي التاش الحيط الاطلسيه، بما فيه المكون الحساني والصحراوي، بما فيه المكون اليهودي ايضا اللي جزء لا يتجزا من الثقافه ديالنا. وغنختم فقط ملي سولتي على العيد الوطني، اعتقد بان العيد الوطني جاي ربما غير مساله تحصيل حاصل. حنا دابا حنا اليوم في القناه كنحتفلوا هذا الشيء باحتفال، فربما الامور غتجي غدا ولا بعد غدا شويه بشويه. بالنسبه للغه انا كنعتقد بان الشلحه والامازيغيه من اسهل ما يكون. انا بالنسبه لي يعني ماشي كنفتخر بهذا التعدد ديالنا، ولكن كنقول كيفاش الواحد اليوم مستعد انه يتعلم الانجليزيه، مستعد انه يتعلم الالمانيه، لغات اجنبيه، مستعد انه يتعلم اللغه ديال الحاسوب يعني لي لونغاج ديال الاكسل وما جاورهما، وما مستعدش انك تتعلم اللغه ديالك. وهذه اللغه ربما وهذه الثقافه ممكن ان نسوقوا بها الصوره ديال المغرب ونوليو اكثر انفتاح ونوصلوا للعالميه. وبطبيعه الحال كاينين دي بودكاست وبرامج رقميه على يوتيوب والمواقع ديال التواصل اللي كيعلموك الامازيغيه والارقام ديالها وتيفينا الى اخره، دونك الواحد خصو العزيمه وشويه الكانه وهو كيهضر الامازيغيه. فقط واحد الجمله، هضرتوا على المعهد الملكي للثقافه الامازيغيه بويله، يعني مع كامل احتراماتي للمجهودات اللي كيديروها هذه المؤسسات هادو، لكن انا شخصيا كمبدع كما قال الاخ فلان، فكنظن ان مجموعه من الناس اللي ممكن ان نعتبرهم سفراء ديال الثقافه الامازيغيه وديال الهويه الامازيغيه، واللي كيجتهدوا واللي كيقدموا واحد الصوره حضاريه على المغرب وكيسوقوا للسياحه والثقافه والفن، فكيبقاو مهمشين لحد الساعه. انا كنظن سنوات هذه ما عمرنا تلقينا شي دعوه من هذه المؤسسات هذه. هذا ماشي قد في حقهم، ولكن الى هذه المؤسسات هادو ما داروش هذه الخدمه. لا حيت ما كاينينش غير هما، وهما ما حاضرينش معنا في البلاطو، دونك كاين الحق في الرد بطبيعه الحال، ولكن كنظن انهم دايرين مجهودات، ربما المجهودات ماشي بما فيه الكفايه حسب نظرك وحسب نظر ديال فلان. ولكن ما تصبغش اخويا، تصبغ لا خويا لا خويا، كاين شيء بغينا نقادوا الامور الجايه. واحد الحاجه باش نكون احترامي للمجهودات ديالهم، انا بغيت واخا الا ما جاوش يقلبوا عليكم ما تقلبوش عليهم انتم، حنا قلبوا عليهم. درنا محاولات، انا هضر معاك، درت محاولات، انا دار محاولات، بزاف الناس داروا محاولات. فهمتي كيفاش؟ ولكن الناس اللي غير هما في المؤسسات كما قلنا، مع شوف اي واحد شفتو فنان يعني كيكون ديما ذكي باش انه يصل مسار. حنا بان كنجيو فاص، يعني راه ما يمكنش غادي نقول شي ناس ما داروا والو وهما داروا، راه الناس ما داروش
علاش مع ولكن انتم مدعمين من طرف وزاره الثقافه يعني انتم مدعمين من طرف وزاره الثقافه داشون دعم ماشي علاش من دعم هذاك الا جيت نقول لك الدعم راه يضحك حنا حتى هنا واحد الفرقه اش نقول لك بلا ما نذكر الاسم يعني اش نقول لك فرقه بحال مثلا نقولوا حنا جيوسي فاس عبيده الرما اصدقاء ديالي وخوتي وداكشي كنحترمهم بزاف خذوا ما عرفتش شكون فيهم اش من فرقه فيهم خذوا 22 مليون وحنا خدينا 10 المليون دابا شفنا الكيتاره كتسوى 3 الملايين وتعرفوا كتسوى 10 دراهم وانت عاد الى 22 مليون 10 10 واش زعما كتجيب زعما واحد فرقه من الامازيغ جبتي وحده واحد 10 الملايين حنا باش غير دير لي ريبيتيسيون باش فهم كامل تدير لي ريبيتيسيون وانت كذا راه 10 الملايين الله الناس دابا راه كيسيبوا اغنيه ب 3 ديال الملايين يعني وبيتسافر بها وبيتمثل المغرب انت بيتهز العالم بجوج دريال ما يمكنش انا واخا هذا نداء ورساله قويه وصلات خاصكم ديروا العراسه شحال عبيد ربما راه فكره راه فكره يعني لا باش حنا اختارينا واحد المغامره الفن اللي حنا دابا الشيء اللي خرجنا ليه بين حنا بين باش نمثلوا البلاد ديالنا على برا يعني باش تمثل بلادك على برا يعني خص تكون كونسونترا حنا في الخدمه كاين الناس كاين الناس مكلفين به واللي حنا مكلفين به خص الدعم وخص الناس اللي يعطيها بغيت نقول للمشاهدين انهم يتفاعلوا معنا يعطونا الاراء ديالهم في شنو كيتقال وسط الحلقه جينيراسيون نيوز الصفحه ديالنا على فيسبوك واشتاغ جينيراسيون نيوز على تويتر بغيت نقول لك خويا فلان تبارك الله عليك وتبارك الله على الفرقه ديالكم كنظن انه احسن دعم ولو كان معنوي هو الدعم التشجيع ديال صاحب الجلاله نصر الله الملك محمد السادس وتم التوشيح ديالك انتايا والفرقه ديالك بالوسام الملكي دولينا على هذه اللحظه ودولينا على شنو قال لك الملك محمد السادس ايوا دابا تعبتي دير ديك بارابول حاجه اخرى اول حاجه تنقول لك يعني صراحه قال يعني الاحساس ملي كتهضر مع سيدنا راه ماشي احساس اللي هو عادي اكثر ما انك كتهضر مع الاب ديالك فهمتي كيفاش بزاف زعما الحمد لله قال لي يا سيدنا تبارك الله عليك راني متبع داكشي كدير داكشي كدير زوين صراحه قال يعني واحد الاحساس ما نوصفوش الحمد لله الدعم ديال سيدنا هو يعني فعلا يعني واحد الدعم اللي شنقول لك يعني ماشي ما كيتوصفش يعني يعني شنقول لك اي واحد يقف قدام ذاك السيد راه ما يمكنش غادي تعرف الاحساس ديالك بعد الفرح وبنادم كلشي كيترعد فهمتي كيفاش من الداخل وني خصك تشد الكاريزما خصك تقواق داكشي يعني راه كاين واحد الهيبه وكاين واحد ثاني كاين واحد الاستقبال اللي جا سيدنا يعني كيعجبوه الفنانه كيعجبوه الناس يعني صافي ان كرون بليزير وهذه هي شهاده فعلا ما كانتش هذيك بعد خطك كيطلع لي الدم كنقول غنحبس واحد الوقيته كنحبس علاش مع المجتمع ما تيرحمش يعني انك خصك خدام خصك دير عائله خصك دير اسره ومتحدي مع يعني التحدي ديك العائله مع احنا الحمد لله من واحد العائله الحمد لله ما خصنا خير هذا كيعرف كل شيء يعني كنقول غادي تدخل الحانوت احنا كزاره فني تبارك الله طلع الخير وانا كتقول انا خصني نخذ هذا الفن هذا وانا ملي كتشوف الدعم ديال سيدنا والدعم ديال الناس كتمشي في امريكا كتلقى مع شي واحد كيقول لك تبارك الله عليك مغربي ما كتمشي كدير زوين كتمشي في فرنسا كتلقى مع الناس كيقول تبارك الله عليك واحد النهار واحد يعني ما عمرني بغيت ننسى القضيه هذه واحد النهار كنت غادي في اكادير غادي في مارينا كتمشي يجي واحد الانسان مسكين هز جره ولدها مسكين معاق وفعلا يعني ملي حشتو هو شافني عرفني ملي مشيت بغيت نرجع باش نسلم معاه وداك الشيء وقلت له قدر تدور فيها الوالده ديالو هذا فعلا مشيت وانا نرجع قلت للوالده ديالو خا نسلم معاه قالت لي ودي راه عزيز علي انت يوميا كنتلقى لي الموسيقى ديالك وداك الشيء وعلى شونسون وعنكتو يعني بحال الفرح هذا يعني هذا هو الدعم اللي كاين اما المسائل الماديه راه كتمشي وكتجي حنا كنهضروا ملي فتحنا الباب ديال الدعم باش نقولوا شنو كاين علاش ما احنا مغاربه وحتى حنا من حقنا نستافدوا كجميع المغاربه بطبيعه الحال سعيد بالنسبه لك واحد الاضافه في هذا لوسونس يعني ديال الدعم ديال لي جون يعني دابا هضرنا في الجانب الموسيقي انا دابا نهضر في الجانب السينمائي بالخصوص يعني دابا مثلا انطلق من التجربه ديالي درت كور ميتراج بالامازيغيه صورته في مدينه تيزنيت بالامازيغيه ديال سوس بممثلين ديال المدينه طاقات يعني ليكيب تكنيك كلهم يعني ولاد المنطقه وكذا ولكن ملي مشينا دقينا البيبان باش نقلبوا على الدعم ما لقينا حتى واحد كاين اللي كيعطيك وعود كاين اللي كيخوي بك كاين اللي كيقول لك ما كندعموش كل واحد واش تيقول لك انا اللي سمعت كاع اسمح لي كاين اللي سمعت انا كيقول لك ترجموا بالعربيه ديروا بالعربيه باش نفهموا وانت درتي سوتيتراج او انا درت سوتيتراج اون اونغلي بالعربيه لونغلي درت دي فيرسيون واللي بغيت نقول بان مثلا يعني حتى بالنسبه للسياسات ديال الدعم ديال الشباب في الميدان السينمائي باقي متاخرين شي شويه لان المؤسسه الوحيده اللي تقدم الشباب في الميدان السينمائي هي المركز السينمائي المغربي ولكن المركز السينمائي المغربي باقي خدام بالقوانين اللي كانت من قبل دابا كاينين شباب كيتخرجوا من معاهد من مدارس
وحاجه اخرى يعني ان باش تستافد من الدعم خصك تكون عندك بطاقه مهنيه، باش تكون عندك بطاقه مهنيه خصك تدوز من شي مراحل. وهنا كنطرحوا السؤال ديال واحد القضيه اللي انا ما قدرتش نفهمها صراحه، ديال انك باش تاخذ كارت ديال غياليزاتور سينما كيخصك تدوز من لاسيستانا، وحنا كنعرفوا ان لاسيستانا ما عندهاش علاقه بالارتيستيك، سي 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 ان بوست اللي داخل في لا برودكسيون. دونك انا ملي غادي نمشي وغنقرا لاغ وغندير الموسيقى وغندير المسرح وغندير بزاف د الحوايج ونقرا الاخراج ونقرا لي تكنيك وكذا، باش نولي مخرج كيقول لك خصك تدوز من لاسيستانا، وكاين واحد اخر اللي عنده الفلوس كيدير ثلاثه ديال لي كور ميتراج صافي كياخذ لو تيتر ديال غياليزاتور بروفيسيونيل. ونرجع للفيلم ديالي درته مول بيكالا، الاسم مول بيكالا سميتو اللي كيتريتي واحد الموضوع مهم ونوعا ما طابو. هو في الصراحه لو تيتر اللي احتفظت به مول بيكالا نسبه الى داك الشيء اللي كان واقع، ولكن الفكره هي اننا نغيروا ديك الصوره اللي خلاها هذاك المجرم اللي كان في واحد الوقت في تيزنيت. والفيلم ديالي انا كوميك، فيه واحد السيد عنده ارتباط بالبيكالا ديالو فقط، والدور الرئيسي كان لعبه محمد اوراق، كنشكره من هذا المنبر كما كنشكره جميع الممثلين اللي كانوا في الفيلم. و لا برودكسيون كانت اوتو برودكسيون، يعني الفيلم نتجدو انا من الامكانيات ديالي. وللتذكير انت سعيد باللي ربحتي الجائزه الوطنيه للثقافه الامازيغيه سين في الفيلم. اي سين في الفيلم سنه 2014، ويعني كنفتخر بهذه الجائزه هذه لانها جائزه وطنيه، ويعني هي في نفس الوقت هي تشجيع وميم طون هي تكليف. يعني حنا كنشتغلوا في الحقل الامازيغي وكنحاولوا نديروا جهدنا باش نديروا شي حوايج اللي كنبينوا الصوره ديال الهويه ديالنا، كنبينوا الصوره ديال يعني داك لاغ اللي كنديروا، مثلا انا في السينما، الدراري في الموسيقى، عبد الله في الاعلام وكذا. ولكن كما قلنا كنرجعوا يعني خاص ديما واحد واحد لو سوبور، واحد فوالا لو كود بوس اللي كيعاونك انك توصل داك الشيء اللي بغيتي دير لواحد لو نيفو. اسمح لي قطعتك في الهضره ديال الخير، كما تمكن واحد الحاجه اللي بغيت نقولها مهمه بزاف، وحتى ملي تنبغيو نوريو للمغرب الموسيقى اللي فيه تنقولوا راه عندنا الشعبي وعندنا هادي، يعني الناس على برا صحابهم عندنا حنا الجره فقط. فهمتيني؟ ملي كان مثلا تمشي فلان ولا تمشي انا ولا اي واحد في الدراري تمشي يغني واحد الستيل اخر، واش انت مغربي؟ 100%. يعني هذا راه هذا مشكل بحد ذاته، وكاين مالوريزمون ماشي غير مشكل في الموسيقى ولا في السينما، كاين مشكل ككل، كاين بزاف ديال الدول تيصحابهم المغرب باقي صحراء، باقي ما فيه لا ترقى ما فيه المغرب عندكم قاعات باقي عندنا الجمال عندكم موسيقى. يعني انا راه كاينه واحد الخدمه ديال وزاره الثقافه وزاره الاتصال والناس اللي مكلفين باش يوصلوا. حنا عندنا دور كاعلام، حنا عندنا الدور، حنا تنديروا الدور ديالنا، ولكن ضروري خص يكون واحد لو سوتيان. انت مثلا فريد غنام، شنو الحدث ولا الانجاز الشخصي الفني ديالك اللي كتفتخر به بزاف؟ تبارك الله مثلتي المغرب احسن تمثيل الموسيقى والفن في البرامج، وشحال هذه مع مايارا باند، وغنيتي في فلسطين، غنيتي في هولندا، في اسبانيا، وفي كاع المدن المغربيه. شنو هو الحدث او الذكرى اللي كتفتخر بها اكثر في المسار الفني ديالك؟ وصراحة يعني كنفتخر انا بزاف ديال الحوايج اللي وقعوا لي، انني تحت لي الفرصة بجهد الله يعني يعني ورضات الوالدين كما تنقولوا، بزاف ديال الصبر، انني من بعد بزاف ديال السنوات، انا راه قديم واحد شوية، يعني بديت صغير، يعني تقريبا واحد 15 عام ولا 16 عام وانا كنغني اوتونكو بروفيسيونيل، يعني خدام بالموسيقى، كان ريال يعني الدخل ديالي يعني مصدر الرزق. يعني من الحوايج اللي يعني تنفتخر بهم انني تحت لي الفرصه انني نغني مع بزاف ديال الاسماء، مثلا بحال شيرين عبد الوهاب، اصاله ناصري، في مريم فارس، يعني بزاف ديال السميات اللي هما يعني موازنين وعندهم سميتو، وتلاقيت مع بزاف ديال الناس بحال مثلا كاظم الصهير، عصي الحلاني، بزاف هاد الناس. يعني هاد الناس ملي كتمشي للمشرق، انا الحاجه اللي كتضرني بزاف هي ملي كتمشي مثلا لواحد البلاد اخرى كتحس براسك فنان ديال بصح، كيعاملوك بواحد الطريقه زوينه بزاف، تتقول يا ريت كون مشي انا لبلادي ما بقاش يقولوا لي انت ديالنا، راه حيت انا ديالكم وانا خاصني يعني نكونوا حنا اولى. يعني هناك بغيت يعني نتطرق واحد الحاجه، انه ديالنا اولى في اي حاجه، ماشي في لا ميوزيك، يعني الناس ديالنا في الموسيقى ولا في لا كولتور اولى باي حاجه، في لي فيستيفالات اولى، في التلفازه اولى، في بزاف ديال الحوايج. يعني حنا تنعطيو يعني بزاف ديال 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 الضوء على واحد الناس مرحبا بهم، حنا دائما البلد ديالنا واحد البلد اللي عطاء يعني ومرحبا، والبيبان ديالنا مفتوحين، حنا المغاربه معروفين بالكرم، ولكن يفو با اوبلي طاقه الشباب، وما نساوش يعني الناس اللي عطاو بزاف، اللي تمحاو وتنساو، اللي كاين اللي
اللي مسكين قتلوا غير الاكتئاب ما بقى كيسول عليه حتى شي واحد. يعني هذا الشيء هذا نديروا واحد شويه ديال الميزان الله يجازيكم بخير، لان راه كاين اللي ما يعني كتشوف واحد النوع ديال الحقره، واحد النوع ديال الحوايج اللي ما تيخليوك تتساءل تقول واش انا مغربي، يعني انت مغربي والناس يحبوك وهكا، ولكن بعد خطرات كتبدا تسمع واحد الهضره من مسؤولين ولا من منظمين، يعني الحوايج اللي ما تيشجعوكش انت ديالنا ديك انت ديالنا وتعاون معنا وديك الهضره، يعني انت مسكين بحالك بحال اي مسكين كتعيش من واحد الحاجه، يعني صافي با دير بانك كتبان في التلفازه بانك راه لاباس عليك ولا شي حاجه، ولكن اوما يكون واحد شويه ديال الميزان في بزاف الحوايج. عبد الله ومن بعد فلان. يعني في هذه المساله فقط اللي قال الاخ فريد، وفي الحقيقه حنا كنحيوا قناه ميديانسات وكنحيوا برنامج جينيراسيون نيوز اللي كان سباق انه يستضيف مثلا وجوه اللي كتمثل الثقافه الامازيغيه والثقافه المغربيه وكتسوقها على برا، واللي ما نالوش الحظ ديالهم من الاعلام. فمجرد الحضور ديالنا اليوم فهو احتفال. نرجع لمساله اخرى، يعني كما قال فلان قبيله شحال من خطره، يعني لان حنا كنتحدينا بزاف ديال الحوايج باش اننا نوصلوا لهذه المرحله ومازال ما وصلناش. ومنا حنا شباب اللي في المغرب اللي كيتفرجوا فينا، عندنا شباب كبير تبارك الله، شباب اللي عنده مواهب، شباب اللي مخبي في الجبال، اللي مخبي في المدن، اللي كاين في الشمال، في الشرق الغرب، في الصحراء. اعتقد ملي غتعطى فرصه لهذا الشباب هذا ويتعطاو شي شويه ديال الامكانيات، راه المغرب ان شاء الله غيمشي بزاف للقدام. نرجع لمساله اخرى اللي كتخلينا حنا اننا نشتغلوا اكثر، بالرغم من هاد ربما هاد اللغه الحزينه نوعا ما اللي كنهضروا بها، وحنا كنهضروا على احتفال. اليوم نورمالمون كان خص علينا نجيو حنا كشباب امازيغي نهضروا بايجابيات، نهضروا على ريكومبونس اللي كنا خديناهم المكافئات، نهضروا على المسارات اللي وصلناهم، ولكن اليوم مع الجهويه، مع هذه الاوراش اللي جايه، مع الدعم ديال صاحب الجلاله اللي كناكدوا، لان اليوم اللي كنشوفوا التوسيم ديال فلان بوحسين، التوسيم ديال مجموعه من الاصناف الموسيقيه، راه كاينه واحد الصوره رمزيه، ملي كنشوفوا الهيب هوب وكنشوفوا الارينبي وكنشوفوا لو روك ولا فيجن كيتوسموا، فهذه راه صوره عطاها يعني امير المؤمنين جلاله الملك، بان راه ما كاينش فرق بين هاد الشباب، ما كاينش فرق بين شلح حساني صحراوي مغربي. اعتقد بان المسؤولين ديالنا واخا تيديروا المجهودات ديالهم، اعتقد بانهم خصهم يضاعفوا المجهودات ديالهم ويطرحوا فقط واحد السؤال. حنا اليوم في عيد ديال الامازيغ، الا شفنا اليوم باغ اكزومبل السي فريد غنام وهذا الشيء اللي وصل، وشفنا السي فلان بوحسين وهذا الشيء اللي وصل، وشفنا السي سعيد بلي وهذا الشيء اللي وصل، وشفنا مجموعه من الاخوان والاخوات انطلقوا من لا شيء بدون دعم، بدون امكانيات ماديه، بدون مسانده، من الزيرو خلقوا شي حاجه. فهاد المسؤولين فقط يطرحوا واحد السؤال، الا من حنا لهاد الناس فرصه واعطيناهم شي شويه ديال الامكانيات، اشنو غيصنعوا لينا؟ فاعتقد فربما هنا كنخليوها. فكنتمنوا في هذه السنه يعني الامازيغيه الجديده ان المسؤولين يهتموا بالشباب، لان الشباب هو المستقبل، الشباب هو الحضاره، الشباب هو اللي غيزيد بهذا التاريخ، والشباب هو اللي غيهز بهذا البلاد. اكيد، واهم حاجه هي الكفاءه، ما كاينش فرق بين الاصول، المهم هي الخدمه. الاشاره حنايا في ميدي ان تي في، وكاين واحد الفئه كبيره ونسبه كبيره من لي تكنيسيان ومن لي ريسبونسابل من اصول امازيغيه، كنحييهم من هذا المنبر وكيعاونوني في انجاز هذا البرنامج والبرامج ديال ميدي ان تي في. تفضل فلان. ديال بالنسبه للمهرجانات اللي هضر عليها فريد، فعلا كاين حنا عندنا دابا في الجنوب، في المنطقه ديال الجنوب كنلقى مثلا نهضروا مي قلت لك جبتي تيميتار، ونشكر الناس ديال تيميتار بزاف على راسهم السي ابراهيم الصديق ديالنا هو اللي عاوننا بزاف شخصيا بزاف لاكارير ديالي. ملي كنشوفوا المهرجان كنتلقاو يعني كنتلقاو الشعبي، كنتلقاو واحد الكوطه مقاده، واحد كنلقى مثلا سبعه الناس في الشعبي، سبعه الناس في الامازيغيه، جوج الناس في الصحراء، وكنلقاو واحد الكوطه مزيانه الصحراء كذلك. هو ملي كنطلعوا للفوق كتلقى مهرجان مثلا في بجاد ولا في هذا كتلقى ما كتلقاش فيها امازيغي، ما كتلقاش فيها صحراوي، ما كتلقاش فيها واحد من الشمال. كنمشيو مثلا لوجده كنلقاو الراي، هضرت معاهم واحد الخطره قلت لهم هكذا واخا، ولكن هذه القضيه واش ما عندكمش مسؤوليه فيها حتى هي؟ لانه كنعرفوا انه الامازيغ متضامنين بزاف ما بيناتهم، دونك هذا الشيء يقدر يكون ايجابي ولكن يقدر يكون سلبي، يعني يقدر يولد واحد التفرقه. لا حنا كنهضروا حنا يبقاو بيناتهم، يبقاو منغلقين من بعد. لا بالعكس، حنا ماشي بيناتنا، حنا دابا راه ماشي بيناتنا، حنا دابا راه مع العالم، حنا كنسافروا ماشي بقينا في بلايصنا. ما كندويش عليك غير لا كنقول لك حنا راه كنهضر على كل شيء. ملي كيكون واحد الانسان مهمش شنو ما يتجمع كيفاش شي حاجه ملي كتبقى مهمشه انت مهمش هذا مهمش كتجمعوا مساكن مع باش يقدر يوصل بعض الحوايج ولا شي حاجه. انت يا الحمد لله وصلتي وكتشفت المغرب احسن تمشي، واحد يدق على البيبان. انا ما كندقش، انا كنريب، انا كنبرص بنادم الو يوما غدا الو، هادشي اللي خاص هادي خدمتنا حنايا. وني ملي كتلقى واحد الرفض، ملي كتلقى واحد الرفض كيقول لك لا حنا كنديروا مثلا غير هذا الستيل،
كتقول لي انا واش مثلا الدعم وكتلقى الدعم مثلا يعني مدعم من طرف الدوله، يعني خص يكون واحد الكوطه تكون مقاده حتى بالنسبه للدعم. كنهضروا على الدعم، راه كتلقى غير جوج الامازيغي اللي كيكونوا، وكتلقى 70,000 واحد اخر ماشي يعني كتلقاو 60,000 واحد في الشعب. يعني حنا بينا تكون واحد الكوطه، علاش مع عندنا تما كنهضروا انا كنهضروا باسم الروايس وداك الشيء، راه عندنا مليار واحد مسكين ما لقاش تما ياكل، وحتى شحال وفرح الناس وضحك الناس. ازمن حاجه في التراث المغربي وعامل بزاف الناس زعما هذوك الناس القدام ساكن ما عندهمش مساكن. حتى كتلقى المهرجان مسكين، كتلقى المهرجان واحد الدعم كبير، كيعطي المهرجان بواحد الاثمنه اللي هي خياليه، وكتلقى كيجيبوا براني كيعطيو 400 مليون، كيجي مغربي كيعطيو 5000 درهم، وهما كتلقى مشكله صاحبي. فلان كاعي على الوضع اليوم، ثقه عليها هاد الهضره يعني فلان شو. ما هضرش الا ما هضرش الا ما هضرش غادي هاو عليا. لا برافو علاش معاك فرصه خويا دارك مرحبا، ما كاين حتى شي مشكل. كلمه اخيره في الموضوع وندوزو للفقره الاخرى. داكشي اللي قال فلان يعني صيفري، احنا جد سعداء اليوم اننا يعني استضفتنا ميدي ان تي في باش نهضروا على هذا الموضوع، وهذا الشيء اللي قال فلان يعني صيفري حتى في الميدان السينمائي كنحسوا به. يعني ملي كيمشي واحد المغني امازيغي لواحد المهرجان في المغرب، احنا مغاربه، ولكن كتحس ديما بهذاك داك شو يسميوه ان الفنان اللي البراني كنعطيوه قيمه، ولا المخرج البراني كنعطيوه قيمه على حساب المخرج ولد البلاد، في حين انه ملي كتمشيو حنا لعندهم كيكبروا بديالهم وكيكبروا بك حتى انت بالفرق، ما كتحسش بالفرق. بغيت نقول واحد الحاجه باش نسميت جمله الا ممكن، واحد الجمله بغيت غير نرسل واحد التحيه كبيره للناس اللي مناضلين ديال 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 التراث، يعني اللي ما كاين بزاف مثلا ديال لي جون دابا اللي ما عرفوش واحد الناس، ولكن كاين واحد الناس اللي ماتوا الله يرحمهم واللي باقي حيين، اللي كبروا دابا الله يعطيهم الصحه والله يطول لهم العمر. هاد الناس كنشكرهم بزاف، لا هما اللي خلاوني اش غنغنيو دابا شنو غادي نديروا دابا. الله يعزهم لينا والله يخليهم لينا، وتحيه لجميع الجمعيات للفنانين والمؤسسات اللي خدامين على الهويه والثقافه الامازيغيه باش تبقى دائما قويه وكتمثل المغرب والمغاربه بطبيعه الحال. حنا نديروا فاصل ومن بعد نواصل. مرحبا بكم من جديد. من بعد ما ناقشنا الهويه والثقافه الامازيغيه في الجزء الرئيسي، دابا ندوزو للبودكاست ديال خالد الشريف فين يهضر لنا على الجيوش ديال الفانز على انترنت. نتفرجوا. اش انت معاش من الجيش داخل في الفيسبوك؟ احنا مع الجيش ستاتي حك جر. اجي ادخل معنا، بغينا ندير واحد الجيش ديال شيخة تسونامي. السلام عليكم. بلاش كأنكم مؤخرا كتفتحوا الفيسبوك وتلاقيتوا مع واحد المصطلح جديد، وهو الجيوش ديال الفيسبوك. فكل فنانين شباب حاليا ولات عندهم واحد المجموعه ديال المعجبين اللي كيهتموا بكل تفاصيل صغيره ديال الفنان، وكيتبعوا جميع الاخبار والتحركات ديالو، وكيرافقوه في مشواره الفني. واغلب هاد الجيوش كيكونوا منظمين على شكل صفحات في فيسبوك او دي جروب، بحيث انهم كيبارطاجيو بيناتهم الاخبار والصور ديال الفنان، كما انهم كينسقوا بيناتهم في اي قرار كيتاخذوه. وهاد لي جروب او هاد لي باج فيسبوك هما ايضا واحد الفضاء ديال النقاش ما بين هاد لي فان. وفي المغرب عندنا واحد المجموعه ديال الجيوش اللي معروفه، مثلا عندنا جيش تيسكاتي، عندنا الجيش الباطمي، كاين ايضا جيش الدوزي وجيش حديوي، وما نساوش ايضا الجيش السلطاني وجيوش اخرى. حميد راك مقلق اخويا. واخويا كاع الفنانين عندهم الجيوش ديالهم، الا هاد السيد وهاد السيده مساكن حشومه. على فكره فقط في المغرب كاينين فنانين اللي كيهربوا من الجيوش ديالهم، صافي كيضربوا عليهم بنكره. ولكن كيقولوا انت هو الزعيم ديالهم، انت هو المثل الاعلى ديالهم. قالك رافعين الجره الحماسيه، هادشي ديالك اسي ستاتي. ديالهم هما الجره ديالك اسي. انت اللي كتضل جر. انا بارئ من هاد الناس هادو، انا كيف تنقول لك كنقول لك اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. اللهم قوي ايمانك. أغلبية هاد الجوج كيكونوا على اتصال مباشر مع الفنان، هاد المعجبين اللي كيعاونوه في واحد المجموعة ديال الأشياء، خصوصا أنهم يزيدوا يلمعوا الصورة ديالو ويزيدوا في الشعبية ديالو أيضا، مثلا كيفتحوا دي باج فيسبوك اللي تكونوا نون أوفيسيال اللي كيسيروهم بنفسهم، وكيفتحوا أيضا حتى دي كونت في انستغرام تيكونوا خاصين بالصور ديال الفنان، كما أنهم كينظموا واحد الحملات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا إذا كان الفنان مشارك في شي برنامج ديال التيلي رياليتي ومحتاج للتصويت ديال الجمهور، كما أن هاد الجوج كيكونوا ديما حاضرين إذا كان الفنان مشارك في شي برنامج وجاي داخل المغرب. هم
بلا شك انكم كلكم شفتوا هاد التصاور اللي خلقوا الجدل في الفيسبوك. كاينين بزاف اللي ايدوا الاستقبال ديال هاد الجيوش للفنان ديالهم باعتبار انه مثل المغرب احسن تمثيل في الخارج ورفع راي هاد البلاد، ولكن كاينين اشخاص اخرين اللي عرضوا هاد النوع ديال الاستقبال واعتبروا انه كان مبالغ فيه، لان بحال الاستقبال الهستيري كنشوفوه فقط في الدول الاجنبيه اللي ثقافتهم مختلفه على ثقافتنا. هاي هاي فاطمة تشبي البنات ولو غير منشورات فوق الكازا. هاي هاي تواش هادو راه شينهم فليطة وكسولة. كما ان كاينين اللي قالوا بان كاينين اشخاص اخرين اللي مثلوا المغرب احسن تمثيل في مسابقات اجنبيه، ولكن للاسف ما استقبلناهمش بنفس الطريقه. رغم فوز المقرئ والمنشد المغربي شعيب فضيل باهم الجوائز في تجويد القران وتتويجه بجائزه منشد الشارقه بالامارات العربيه المتحده، لم يتعدى مستقبلوه بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء مساء امس السبت 20 شخصا هم من افراد عائله المنشد وبعض من اصدقائه. اختي كتعرفي ايهاب امين؟ اه لا ما كنعرفوش. اوكي حميد عيطنا للعدو الله يحبك. دابا نيت اللي مؤكد الان هو ان جيوش الفيسبوك ولا عندهم واحد الثقل واحد الوزن في العالم الافتراضي، بل ولات عندهم حتى سلطه ايضا. علاش؟ لانهم كيميتريزيو مزيان دوك الادوات ديال مواقع التواصل الاجتماعي وكيعرفوا كيفاش يخدموهم لصالح الرفع من الشهره ديال الفنان. كما ان العدد الكبير ديال الافراد ديال الجنود كيخلي انهم تتولي عندهم واحد القوه ضاغطه، بحيث انهم يقدروا يفرضوا مثلا على المقدم ديال البرنامج معين انه استقبل الفنان ديالو، وفي غالب الاحيان المقدم كيستجيب للطلب ديالو، وهذا الشيء اللي شفناه مؤخرا في واحد المجموعه ديال البرامج الحواريه. اسطوري بزاف ديال لو دوموند باش نجيب واحد جوج ديال الفنانه، وخصوصا في الفيسبوك والانستغرام. بدر سلطان كان حماق عليكم وابتسام تسكت. اي شوف حميد وجد لي الجيوش هاد الليله، هاد الليله نوضوها مع الجيش ديال الفنان الاخر، اليوم تنوض الحرب. اولي علاش من الحرب كيهضر هذا؟ ياك ما داعيش هجموا انا ما فراسيش. واش غنقول لكم؟ وقولوا باز وصافي، نتلاقاو الحلقة الجاية ان شاء الله. شكرا بزاف خالد. ومع الفقره ديالو قولوا بوز، والموضوع هو هاد لي فانز اللي كيتجمعوا وكيتنظموا في مواقع ديال التواصل الاجتماعي خاصه تويتر من خلال لي هاشتاغ والحملات ديال التشجيع والتصويت. انت عرفتي هادشي فلان واقع شويه البركه فعلا؟ هادشي دابا اللي كاين اللي تاشي دابا لي هاشتاغ اللي كاينوا يعني، وهذا يعني الطريقه باش كيتحركوا دابا لي فان لي فانز يعني عاتي واحد عاتي يعني بعدا معاون شويه. يعني حنا حاليا يعني الانترنت باش خدامين يعني هذا هو يعني هو الحاجه اللي ممكن انك تخدمها وديرها والتعاون. احنا الحمد لله يعني انا بعدا كنشكر كاع يعني عندي لي فان الله يعمر هذا صراحه كاع يعني الله يخليهم لك قادينا الغرض يعني كاين التعاون كاين واحد المعاونه كاين واحد يعني كاين شي مسائل يعني بحكم الانسان الله يحسن عوانه هذا عنده غير يعني كيساعدك لا بلي كليك لا بلي جيم لا بعد والوقت ولات دابا ولا واحد القضيه ولات الارتيست دابا متعلق بلي جيم اللي عنده فعلا هي مزيانه وهي وخايبه في نفس الوقت. ما كاين دابا شي واحد دابا مثلا اللي تبارك الله عليه حاد وكذا وهذا كتشوف تيكروب غير كيطلع الاغنيه مثلا ما كتكونش ناجحه 100% واللي كتنجح غير بلي جيم. هاد الاغنيه ناجحه هي اصلا الا جينا نحلوها وندير لها واحد التحليل اللي هو موسيقي كنلقاو ان مثلا 70% 60% هاد المسائل هادي تاهما مزيانين بحكم انهم كيساعدوا في يعني في اكيد كيساعدوا في يعني باش ينشروا لاكاري ديال البلاد راه مزيان. بالنسبه لك فريد كاين كنعرفوا مثلا ابتسام تيسكات عندها التيسكاتيين، سلمى رشيد عندها السلماويين، فناير عندهم فنايريين وفنايريات، انت عندك الغناميين فراوليين. والله ما انا عندي الحباب انا ما عرفتهمش اشنو نسميهم. انا عندي الناس الحباب اللي تيحبونا واللي تيتابعونا واللي تيعرفونا يعني كيحبوك كشخص وكيحبوك كمغني. وتنشكر كاع الناس يعني اللي كيدعمونا، لولا هذا الجمهور هذا الناس اللي كيبغينا من قلبهم ما كناش حنا غادي نقدروا نكملوا. كان راه يعني حبسنا شحال هذه يعني كيف ما قال فلان القضيه ديال الانترنت هي باش خدامين دابا يعني الصفحات الالكترونيه وهذا الشيء الناس ما فين كتقدر تتواصل. يعني ما عنديش انا مثلا اون بواط دو برود اللي تابعاني ولا شي حاجه لا تخلص عليا اون بيب باش نبان في مثلا ما غنخرج ممكن ما عنديش الانترنت ما عنديش فين الحمد لله راه هذاك هو اللي كتسهل الماموريا. علاش نظرك سعيد كيسميو راسهم جيوش بعض المرات؟ جيوش لان سي فغي كل ارتيست كيكون عنده لي فان ديالو وكما قال سي فلان يعني بفضل هذوك لي فان وهذوك لي جيم هما باش كنديروا واحد التقييم لهذيك لوفر.
يعني حتى دابا الا شفنا في الافلام كنشوفوا مثلا فيلم كتلوحوا الفيسبوك مثلا او اليوتيوب يعني اترافير هذوك لي في ولي جيم كتعرف الفيلم واش لان لو بوبليك هو اللي كيحكم على لوفا حنا كنديروا داكشي اللي علينا وكنخليو المتلقي هو اللي كيحكم حنا كنبقاو في الاخر هي كنتفرجوا واترافير هاد الجيوش هذه كما سميتيها هما باش هو المقياس هو المقياس ديالنا في هذا العمل ديال عبد الله كاين يعني يعني بالنسبه لي ديال القضيه ديال الجيش يعني الفيسبوك ربما جات من التجيش من كلمه تجيش سافيدير هذيك ليموسيون العواطف من خلال ديك العمليه ديال الاشتاغ اللي تيشوفوها بزاف ديال الناس وتيتفرجوا فيها ممكن انهم يتفاعلوا هي مساله ايجابيه اولا لان ربما الفنان او المبدع او الاعلام او السينما اللي ما عندوش مثلا واحد الجهاز اللي غيقوم ليه بعمليه التواصل اليوم كنهضروا على لاكوم والاهميه ديال لاكوم فربما فيسبوك عوض لاكوم وهذه مناسبه اننا نشكروا بطبيعه الحال كاع الاخوان والاخوات اللي كيبارطاجيو معنا اللي كيدعمونا واللي كيشجعونا واللي كيديروا لنا ملاحظات في فيسبوك ولكن كاينه مساله اخرى هو ان اليوم ربما اصبح فيسبوك خويا اسامه واحد المعيار واحد المقياس اللي ممكن الفنان او المبدع او السينما والمخرج كيقيس من خلاله يعني نسبه التاثير ديالو الايجابي في العمل الفني لان اليوم ما عندناش مقاييس ما عندناش صناعه غير ما تكونش مبالغه بنادم كيسخاف هو في الحقيقه هو 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 الشيء اذا زاد عن حده انقلب الى ضده وبارفوا خويا اسامه باش نختم بهذه الجمله كنهزو شي حوايج زوينين وكنطبقوهم يا ريت نهزو هذاك الشيء اللي زوين في هذه العمليه ديال فيسبوك ونستغلوها باش نمشيو بها كنذكر ان ريبا فيوزيون خرجوا الالبوم الجديد ديالهم للاسم ديالو الموغار الموغار ويلا خرج هذه بعض الايام يومين ثلاث ايام وحصريا كنهضروا عليه اولا في ميديا ان تي في وفي جينيراسيون نيوز دونك ريبا فيوزيون ذا امازيغ جراوند والاسم ديال الالبوم هو الموغار تبارك الله عليك فلان تبارك الله على ريبا فيوزيون غادي نختموا مع فريد غنام اللي توا غني لنا الجديد ديال الجديد ديالو ديما الحمد لله ياك ديما الحمد لله ديما الحمد لله وشكرا لله الحمد لله بعد هاد لا ديسكسيون اللي هضرنا على بزاف ديال لي بوين وتنشكرك بزاف على يعني هاد المجمع ديال الخير وهاد الجمهور اللي كان معنا اللي صبر معنا وسمعتو تبارك الله على الجمهور وشوف وبغيت نختم بواحد الكلمه انا تنطلب ان شاء الله الاستمراريه للثقافه المغربيه ان شاء الله ودائما الدرابو المغربي يبقى فوق لان حنا كنا حنا مغاربه وكنموتوا على بلادنا وحنا ما كنغوتوا وما كنتخاصموا وما كنقول هادشي الا بغينا حنا نخليو بلادنا دائما الفوق الفوق لان بلادنا اصلا هي الفوق الفوق وخصها دائما تبقى في هذاك ان شاء الله هذاك الاستمراريه تاخذ لا جيتار ديالك شي عندك شي اضافه عندي واحد جوج نقاط يعني النقطه الاولانيه يعني بغيت نشكر يعني كاع الناس اللي خدموا معايا في الالبوم كاع يعني لي زارتيست اللي خدموا معايا بغيت نشكر الناس اللي كتبوا معايا الكلمات بغيت نشكر كاع الناس اللي دعموني يعني اللي دعم مادي ولا دعم معنوي كنشكرهم بزاف كنشكر الوالدين ديالنا اللي صبروا علينا اللي كان ديما كنصدعوهم وهذا وهذا في الخدمه وهذا وجهه اخرى يعني الحمد لله هذه المناقشه هذه وهذه الحراره باش هضرنا وهذا الشراره باش هضرنا ما هي الا حبنا للوطن ديالنا وحبنا اننا نكونوا نشوفوا واحد المغرب الحمد لله نشوفوا في الفوق وديما الحمد لله كما قال خويا فريد شكرا بزاف شكرا لك بزاف عبد الله شكرا لك بزاف سعيد شكرا للجمهور اللي كان معنا صفقوا على راسكم شكرا للطاقم التقني والفني وجميع الزملاء والزميلات ديال ميديا ان تي في وكان في الاخراج ديال الحلقه الحاج محمد البايلي شكرا لك ونتلاقاو قريبا ربما كنوجدوا لكم شي مفاجات خليكم كونيكتي على مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات ديالنا على فيسبوك واليك الكلمه فريد غنام شكرا بزاف وبيناتنا جينيراسيون نيوز ديما الحمد لله ديما الحمد لله ديما الحمد لله ديما الحمد لله الحمد لله حبابي العشرة من صحاب حدايا ديما راهو فرق معاهم راني عايش فرحان فضل بركتك يا رحمن ضاحك لا تلهم وتخمام وطاف طميعة مع الزمن انا قلبي عندي سناح هو صبر وقناعة الدار ديما الحمد لله ديما الحمد لله ديما الحمد لله ديما الحمد لله الحمد لله
ونزيد نتأمل غادي في الدنيا ونتزول من كل الناس ناخد ونتعلم ماشي في أطلق شهاين راني ناوي المراد نوصل مهما يكون مهما يحصل ربي معنا يلا زيدوا القدام ديما حمد لله ديما حمد لله ديما حمد لله ديما حمد لله حمد لله ديما حمد لله ربي